المسيحيين، نطلب من حضراتكم تساعدونا كسفراء لنقل رسالة لأهالينا دايما ولزمايلنا إن الدواء المصري المصنوع من صناعة وطنية قوية هو لا يقل بأي حال من الأحوال في الكفاءة أو الفاعلية أو المأمونية عن أي دواء قد يكون مستورد الناس هي بتحترمه لمجرد إنه مستورد. مع كامل الاحترام طبعا للأدوية المستوردة، ولكن إحنا محتاجين نتكلم عن صناعتنا الوطنية الحقيقية. إحنا دلوقتي بنقدم حاجة جديدة بالنسبة للمريض المصري، وهو علاج نهائي بالنسبة لمرض البخاء. الدواء ده نزل الوحيد في مصر وأمريكا، دول البلدين الوحيدين اللي في العالم اللي موجود فيهم هذا الدواء، وإن شاء الله يبقى بكورة بالنسبة للعالم العربي، وإحنا تحت أمر العالم العربي كله في أي حد أو أي ديماند أو أي طلب اللي نحن نوفيه بالنسبة للعرب كلهم. إحنا النهاردة موجودين في لونشنج الدواء جديد، مثابة يعني اكتشاف جديد في علاج البهاء. دايما احنا الفترة الأخيرة كل كام شهر بيكون فيه جديد، خصوصا في العلاج البيولوجي أو سواء العلاج اللي بيشتغل على أسباب حدوث المرض مش أعراض المرض. فالحقيقة هو انطلاقة جديدة، ونتمنى ان هو يبقى حل لكل المشاكل مرضى البهاء بإذن الله الفترة الجاية. هو مرض البهاء انتشر كثير جدا في الفترة الأخيرة، بالإضافة ان احنا كنا دايما نقول ان في جزء ممكن يكون جيناتك موروث، لكن نتيجة للاسترسز والضغوط اللي الناس بتتعرض ليها ابتدى فعلا النسبة تزيد. حتى في الأطفال الصغيرين ابتدينا نشوف البهاء بنسبة كبيرة، فطبعا بننصح الناس ان هي تقلل من الاسترسز اللي بتتعرض لها والضغوط اللي بتتعرض لها، تهتم بالتغذية كمان السليمة والمأكولات اللي دايما بتكون بتحتوي على نسبة كبيرة من الحديد خصوصا، لأنه هو من الحاجات اللي بتدخل في تصنيع مادة الميلانين. فبالأكل الصحي والبعد عن الضغوط فعلا احنا ممكن نقدر نتجنب مرض البهاء ان شاء الله. انا شايف ان هو وصل حوالي 5% دلوقتي، بقت الامور كتيرة جدا. للأسف التشخيص المتأخر ليه بدأ يخلي البهاء ينتشر. بعض الناس بتقول ان هو ملوش علاج، لا الحمد لله رب العالمين بقى ليه علاج. فكرة بس السعي المبكرة للعلاج في غاية الأهمية. كل ما كان العلاج مبكر كل ما الحمد لله قدرنا نسيطر عليه، كل ما قدرنا نقيمه وقدرنا نعالجه بإذن الله. ما فيش وقاية إن أنت ما يجلكيش، ما هوش مرض معدي تبعدي عن العدوى تلبسي كمامة، لا، هو لو هو تعرضتي للأسباب البيئية مع الأسباب الجينية تيجي، لكن لو في ناس عندهم استعداد وراثي وما تعرضوش للحاجات البيئية ممكن ما يجلهمش، زي الاسترس مثلا، فيبعدوا عن الاسترس، ولو في اي خلل مثلا في الغده الدرقيه يتعالج بدري.